هي الوثيقة يعني طريقة دخولها وكيفية يعني الحكومة أتت فيها للذهاب إلى اللجنة المالية والاقتصادية، بحيث أن اللجنة المالية والاقتصادية تجتمع مع الجهات أو جميع الجهات التنفيذية من خلال دراستهم، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمة. طبعا احنا تفاجأنا أن قانون زيادة الرسوم هو يعني أحد أهداف أو أحد محاور صراحة هذه الوثيقة. وثيقة زيادة الرسوم أحد محاور طبعاً الوثيقة. طبعاً طبعاً هو أحد، مو بس الرسوم على الكهرباء، زيادة كذلك. يعني كانها ضريبة يعني. وطبعاً هي 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 رؤية. أوكي. بعضها يحتاج تشريعات وبعضها يحتاج قرارات. يعني أنا يعني مع احترامي بعض النواب قال هذا الكلام مو صحيح، وفعلا هناك قانون هو الخطة الخمسية من خلاله أقر أغلب محاور هذه الوثيقة، إلا أن بس الكلام هذا طبعا مو عن مصحيح، يعني كلام ما هو دقيق بشكل كامل، لأن موافقة المجلس على هذه الوثيقة كأنها صك للحكومة باتخاذ قرارات من خلالها اللي ما يحتاج تشريعات. وأنا قلتها لك خاصة بخصوص عملية زيادة الرسوم على الوقود، هذه ما يحتاج أعتقد هذه الحكومة راح تمرر بشكل مباشر. طبعا أنت ما تعرف شنو الترتيبات راح تمر. زيادة الوقود راح يكون عندنا زيادة الوقود طبعا قرار مجلس وزراء، ما يحتاج قانون. لا، هل في هناك توجه راح يقررون زيادة الوقود؟ هو من ضمن المحاور طبعا اللي قررتها الوثيقة الاقتصادية. أوكي. كذلك طبعا الضريبة تحتاج قانون، وكذلك الرسوم على أراضي الدولة اللي هي الاستفادة من أراضي الدولة، ومن ثم كذلك الإجراءات التقشفية بخصوص دمج المؤسسات أو الهيئات في بعضها، وكذلك موضوع الرواتب والكلام اللي قاعد نسمعه عن البديل الاستراتيجي. أنا أعتقد هناك ست محاور. الوثيقة بشكل عام خطيرة أم وثيقة جيدة؟ أي وثيقة ترى يعني كلام إنشائي عام زين، لكن انت مو موضوع على معايير واسس. طبعا انت شوف، انت اليوم لما اتي وبتخفض كلفه او بتتخذ اي اجراء يجب ان يكون هناك دراسه، هذا الشيء ما هو جديد. يعني نفس الحكومه تعترف ان هذا الكلام غرب الخطه الخمسيه يعني قبل سنوات. اوكي. وهذا الكلام طبعا اتى مجلس الاعلى بالتخطيط، و يعني احدد هي اللجنه الاقتصاديه في المجلس على التخطيط، وأثيرت حتى على مستوى مكتب المجلس. ولكن ذاك الوقت يعني أنا كنت سألت الأخ ناصر رضوان، قلت له هذه الوثيقة هل الحكومة القدرة على تطبيقها وتنفيذها بالشكل الصحيح بحيث أنها ما تأثر على يعني جيب المواطن وانعكاساتها الاقتصادية؟